فرحة كبيرة عاشت الجماهير الإسبانية بعد فوز منتخبهم على نظيره الهولندي بهدف مقابل لا شيء. إنجاز تاريخي كبير للمدرب بيسنتي ديل بوسكي استقبله هؤلاء بترحيب حار. شيء رائع أن ترى فريقا آخر يصل النهائي ويفوز بالبطولة، هذا أفضل من أن يفوز بها فريق واحد دائما. أشعر بالسعادة لأن إسبانيا فازت لأول مرة في تاريخها. الجمهور الهولندي الذي تعود من منتخبه حسم اللقاءات الصعبة بدا متأثرا بنتيجة المباراة النهائية، لكن ثقة هؤلاء بمنتخبهم تدفعهم للتطلع إلى إنجاز أكبر خلال النسخة القابلة من المونديال. المنتخب خسر المباراة وسيفوز بها في المرة القادمة بالتأكيد. هولندا لعبت بشكل جيد جدا، ولكن إسبانيا كان المنتخب الأفضل. أراكم عام 2014 في البرازيل. افترق الجمعان دون حدوث احتكاك بين المشجعين بفضل التنظيم المحكم الذي تعتز به جنوب إفريقيا، وقد نجحت إلى حد بعيد في إنجاز مهمتها الصعبة. بالتأكيد أفريقيا أثبتت أن باستطاعتها احتضان مثل هذا الحدث الكبير، ونأمل أن نراكم في المستقبل مرة أخرى. إنجاز تاريخي كبير للمنتخب الإسباني الذي حاز كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، لكنه أيضا إنجاز كبير لجنوب إفريقيا التي نجحت في تنظيم هذا المونديال بمستوى مقبول. هاشم سيدي سالم، قناة الحرة، من أمام ملعب سوكر سيتي، جوهانسبرغ.